أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية. وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة أبها جنوب المملكة. وقال التحالف أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين. أعلن تحالف دعم الشرعية إحباط محاولة هجوم للميليشيات الحوثية الانقلابية بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وأضاف أنه نفذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الاستهدافات دمرت 24 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 350 عنصرا حوثيا. تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي الإيراني من جهة أخرى في جبهات القتال جنوب مأرب. وقالت مصادر ميدانية أن مسرح العمليات على امتداد الجبهات الجنوبية تشهد معاركا عنيفة مستمرة. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معاركا عنيفة شاركت فيها مدفعية الجيش بشكل مكثف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. وأشارت المصادر أن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا خلال تلك المعارك التي ساهمت فيها مقاتلة التحالف العربي بتغطية نارية مكثفة استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. أعلنت القوات المشتركة بالساحل الغربي تحرير 12 قرية سكنية ومرتفعات جبلية في مديرية مقبنة غرب محافظة سعيز. وقالت القوات المشتركة أن قواتها تمكنت من تطهير مناطق جديدة غرب مديرية مقبنة غربي تعز وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية. وأوضحت أنها طهرت أكثر من 12 قرية الواقعة غرب مقبنة وبالتحديد بالجهة المطلة على خط تعز والحديد الاستراتيجي. كما حررت القوات المشتركة معسكر المقصع التدريبي للحوثيين وعدد من السلاسل الجبلية في المنطقة المشهورة بشمر، منها جبال البومية والجليفية والمعمل. وأشار إلى معارك شرسة خاضتها القوات المشتركة مع الميليشيات الإرهابية باستخدام مختلف أنواع السلاح الثقيل والمتوسط، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بصفوف الحوثيين المدعومين من إيران. كما دمرت القوات المشتركة في قصف المدفعي نحو 5 آليات لميليشيات الحوثي ومصرع كل من كان فيها، وذلك بضربات استهدفت مواقع الإنقلابيين بمديرية الجراحية التابعة للحديدة ومديرية مقبنة التابعة لتعز إدارياً.